السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح اليوم كتاب النشاط للصف الثالث الفصل الدراسي الأول. طبعا الوحدة الأولى لدينا الاعتناء بالنباتات. في البداية يجب على الطالب أن يتعرف على أجزاء النباتات. فعندنا هنا هذه هي الأزهار، فنكتب هنا فنكتب الأزهار. وأيضا لدينا هنا لدينا الساق، فنكتب الساق. وأيضا لدينا ماذا؟ لدينا الجذور. ولدينا أيضا الأوراق. هكذا كتبنا أجزاء النباتات الموجودة في هذه الصورة. بعد ذلك ننتقل للصفحة التي بعدها. عندنا هنا النباتات بحاجة إلى الماء. النباتات بحاجة إلى الماء. سوف تتمرن في هذا النشاط على التمثيل البياني بالأعمدة. لدى أحمد نبتتان متشابهتان، قام بري نبتة واحدة ولم يروي الأخرى، ومن ثم قام بقياس طول النبتتين كل يوم. هذه النتائج اليوم الأول واليوم العاشر. هنا لدينا اليوم الأول وهنا لدينا في اليوم العاشر. في اليوم الأول هنا في هذا الجدول، في اليوم الأول لدينا أولا مع الماء 4 سنتيمتر، وبدون الماء أيضا 4 سنتيمتر. أما في اليوم العاشر مع الماء لدينا 8 سنتيمتر، وبدون الماء لدينا 3 سنتيمتر. أي نبتة تمت أو نمت بشكل أفضل ولماذا؟ نبتة مع الماء، لأن النباتات بحاجة إلى الماء، لأن النباتات بحاجة إلى الماء. الآن ننتقل إلى الصفحة التي تليها. عندنا هنا نقل الماء. سيساعدك هذا التمرين على فهم كيفية انتقال الماء إلى النبتة. طبعا هنا لدينا الأوراق، وهنا لدينا الساق، وهنا لدينا الجذور. تمتص النبتة الماء من التربة ثم تنتقل إلى الأوراق. الآن ننتقل إلى الصفحة التي تليها. هنا في هذا التمرين نمو النباتات ودرجة الحرارة. في هذا التمرين سوف تتمرن على قياس طول النباتات وتسجيل النتائج في الجدول. طبعا هنا يقوم الطالب بقياس النبتة بالمسطرة ثم يكتب كم طولها بالسنتيمتر، كم طولها بالسنتيمتر. يكتب الأطوال جميعها بالسنتيمتر عند القياس بالمسطرة. اشرح الاختلافات في الطول. عندنا في هذه الصفحة النباتات بحاجة
إلى الماء والمكان الدافئ. النباتات بحاجة إلى الماء وأيضا المكان الدافئ. أيضا في هذه الصفحة لدينا ضع هذه الكلمات في جملة ثم أنجز المثال الأول لك. طبعا عندنا هنا الماء، تحتاج النباتات إلى الماء لتنمو، أما الجذور فهي تثبت النباتات وتمتص الماء من التربة. تثبت النباتات وتمتص الماء من التربة. الآن نتكلم عن الساق، ينقل الماء من الجذور إلى أجزاء النبات. نكتب ينقل الماء إلى الجذور ينقل الماء، هنا نكتب من الجذور، من الجذور إلى أجزاء النبات. أما بالنسبة للأوراق فهي تصنع الغذاء للنبات. أما الأزهار فتساعد النبات على إنتاج البذور. تساعد النبات على إنتاج البذور. تساعد النبات على إنتاج البذور. أما هنا ضع هذه الكلمات في المكان المناسب. لدى النبتة، لدى النبتة السليمة ما يكفي من الماء والضوء ويجب بقاؤها دافئة. لن تنمو النباتات ذات السيقان والأوراق والجذور غير السليمة بشكل جيد. تنقل الساق الماء إلى جميع أجزاء النبات، إلى جميع أجزاء النبات. هذه هي الإجابات في الوحدة الأولى من كتاب النشاط لمادة العلوم للصف الثالث الفصل الدراسي الأول. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الوحدات الآتية.